باحثون وناشطون حقوقيون يناقشون في ندوة بنواكشوط موضوع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين منظمة من طرف اللجنة الشبابية لميثاق الحراطين. رئيس ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين قال إن موريتانيا لا تزال تعيش خللا بنيويا وتكرس آليات الدولة القديمة بدل الدولة الحديثة التي تضمن لمواطنيها حق العدالة. يجب عنها تعود عادلة بين مواطنيها، يجب عنها تعود تعطيهم فرصة للعدالة والمساواة، وهذا للأسف ما هو خارج اليوم. والأدهى والأمر على أن نشهد تراجع ياسر منكم ذيك الساعة، ما هتخرج اللي لورا 40 سنة. أنا إذا قريت في المدرسة الابتدائية كان متاح لي أعلني الفرصة اللي عند ولي الوزير ولي الرئيس تعود عندي أنا بصيفتي، والفقير معدم ما عنده شيء. وتطرق المتدخلون في الندوة لما قالوا إنها حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية على الدولة توفرها لمواطنها سعيا إلى التعايش داخل المجتمع بانسجام ووفاق، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والتعليم والمساواة. للأسف اليوم لما هو خارج نعرف مراحل معينة، بعدين منين عندنا نسمع عن الناس اللي تشتغل فتنا عندنا في ليسة يقولوا لك ساعة، أنا هم دي الناس يك ساعة منين تشتغل لابد لها من تعود تأخذ تعدي المسابقة، والمسابقة ياسر إلى عاد اللي فيها قاع شوية يقولوا هم لفقدم فم بيستون يقولوا يك ساعة بالفرنسية، أكثريتها بعد دور تعود شي مضبوط وتابع المعايير صالحة. ودعا المشاركون بالندوة للخروج من الوضعية الحالية التي تعيشها البلاد سبيلا لبناء دولة حديثة ترتكز على أسس جديدة لا إقصاء فيها ولا تمييز تكفل للجميع حقوقه وحرياته.